مرحبا يا أصدقائي، أنا كتير فرحانة إنه أكون معكن هون. وإذا عم تسألوا ليش أنا هون، أنا بدي أعلمكن أشياء كتير حلوة بتساعدكن إنه تكتشفوا الأشياء اللي بتشوفوها بالحياة اليومية. يعني المادة اللي رح أعلمها اسمها الرياضيات أو علم الحساب. يمكن تحسوها كلمة شوي صعبة، رح أرجع عيدها: رياضيات أو علم الحساب. تعرفوا شو يعني؟ فكروا شوي. يمكن معرفته أنا رح ساعدكن، ما تخافوا. رياضيات هو الشيء يلي منتعلمه ومندرسه بخلينا نفهم كل شيء منشوفه من حولنا، الأشكال، الألوان، والأرقام. يعني مثلاً إذا بدنا نعرف قديش عمرنا لازم نعرف رياضيات، وإذا بدنا نعرف قديش عمرهم إخواتنا وقديش هن أصغر منا أو أكبر منا كمان لازم نعرف رياضيات. ويمكن بدنا نشتري شي من الدكان، نعطيه مصاري وبده يرجع لنا لحتى نعرف إذا دفعنا مزبوط أو رجع لنا مزبوط، لازم نعرف رياضيات. ما تخافوا، كتير حلو ورح نتسلى كتير مع بعض. وبالبداية رح أعلمكن غنية حلوة وسهلة، رح تشوفوها انتو وحفظوها كتير منيح، وبعدين نرجع منكمل حلقتنا. خلينا نشوفها سوا. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى ما ما ما، أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء تجري، ستة كلاب تنبح هب هب هب، سبعة دجاجات، ثمانية توزت، وتسعة همسيسة تويت تويت تويت، والعشرة هم عصافير يطيرون نبلش. فعلا مزبوط، نتعرف على الأشكال. بدي أعرفكن على حالي. تعرفوا شي شو اسمي؟ ما بتعرفوا اسمي. أنا اسمي شمس. إيه شمس، هيدا اللي بتشرق فوق بالسما، يعني شكلها كتير حلو مثل هيدا. هيدا هي الشمس، شايفينها قبل؟ تعرفوا ترسموها؟ أنا بعرف أرسمها، رح جرب ارسمها بالجو. بلش هيك وبنزل، بعدين بعمل لها الشعاع يلي طالع منها هيك مثل خط صغير حد التاني، يعني مثل ما شفتوا بهيدا الشكل. وشكلها للشمس عنده اسم، هو الدائرة، بالانجليزي منسميه The Circle. هذه هي الدائرة. This is the circle. شكلها مثل الدائرة يلي من حولنا في كتير اشياء تشبه
هيدا الشكل. تجربوا معي نرسمه بالجو كلنا سوا. منبلش ومنبرم بإصبعنا ومننزل مطرح ما بلشنا، وهيك بيكون صار عنا دائرة بتشبه الدائرة يلي بالشمس. حفظتوا اسمي؟ رح ارجع اسألكن عنه مرة الجاي تشوف اذا انتو رح تتذكروا. شو رأيكن كمان نشوف اشياء تانية شكلها مثل الدائرة يلي نحنا منشوفن بحياتنا اليومية؟ مثلا لما ناكل اكلنا ناكل بالصحن، والصحن شكله دائرة، a circle. جربوا قولوا معي دائرة أو a circle باللغة الإنجليزية. كمان مش بس هيك، الطابة اللي نحنا منلعب فيها شكلها دائرة، a circle كمان، a ball بيكون شكلها مثل الدائرة. شو كمان؟ جربوا انتو فكروا، طلعوا من حولكم بالغرفة اللي انتو فيها، في شي شكله مثل الدائرة like a circle؟ مزبوط، برافو. مثلا الكباية يلي منشرب فيها مي من فوق بيكون شكله دائرة صغيرة، تبهتوا؟ مثلا حتى إذا كان عنا شي كباية كبيرة كمان ممكن من فوق يكون شكلها دائرة. شو كمان؟ ممكن كمان شي يكون كلنا عنا منه بإيدنا أو على الحيط، هو الساعة. ساعة شكلها دائرة، تبهتوا؟ في كتير أشياء من حولنا شكلها مثل السيركل، الدائرة. حلوة مش هيك؟ بتعرفوا أنا كمان لأنه بحب الموسيقى انتبهت إنه في آلة موسيقية هي آلة الدف يلي بيعمل صوت شكله مثل الدائرة. انتبهتوا منيح؟ كتير في أشياء من حولنا شكلها مثل الدائرة أو بالإنجليزي سيركل، has the shape of a circle. هلا انتو بعد شوي رح تروحوا تطلعوا وتشوفوا انه من حدكم يمكن بالطبيعة او حتى بالبيت في اشياء شكلها مثل الدائرة. شو رأيكم نتعلم سوا كيف نرسمها للدائرة؟ رح ارسمها انا وانتو على اللوح. حتى نرسم دائرة مظبوطة 100% يمكن إذا رسمناها بإيدنا ما تطلع مظبوطة كتير دقيقة، مشان هيك اخترعوا شيء اسمه بيكار. بيكار في منه عصغير أنتو فيكن تجيبوه وتحصلوا عليه، وبيكون من ميلة فيه نقطة هيك مروسة، من ميلة التانية منحط القلم، وإذا كنا بدنا نرسم على اللوح منحط طبشورة. وضروري قبل ما نرسم الدائرة لازم نحط نقطة يلي هي بتكون السنتر تبع السيركل، أو النقطة يلي بتكون بالنص هي الأساس يلي مننطلق منها. وعلى هيدي النقطة يلي حطيتها هون بحط البيكار من الميل اللي ما بتكتب وبثبته منيح، وبعدين الميلة اللي فيها الطبشورة أو القلم ببلش ارسم، وبنتبه إنه ما يزيح النقطة يلي أنا حطيتها على النص، وهيك بيكون صار عندي دائرة، a circle. وأكيد لأنه هيدي النقطة موجودة بالنص بتخلي كل الخطوط يلي بدي أرسمهم هون يكونوا قد بعض. فرجيكم كيف؟ خليني أرسم هيدي الخطوط أنا وإنتو، وانتبهوا رح تلاحظوا إنه كلهم قد بعض. لما بلش من هون هيدا خط قد
هيدا الخط، حتى لما اطلع لفوق بيكونوا قد هيدا الخط، وكمان وهيك صار عندي شيء بيشبه الدولاب تبع السيارة أو تبع البيسيكلات يلي نحنا منسوق عليه، أو دولاب تبع الكاميون الكبير تبع الشاحنة، كمان بيكون شكله بيشبه الدائرة يلي فيه بقلبها خطوط. مثل ما شايفين على اللوح عنا الدائرة، وأهم شيء النقطة يلي هي بالنص، النقطة الأساسية يلي منا لما ننطلق ونرسم خطوط بيطلعوا كل الخطوط قد بعضن. هيدي منسميها center of the circle، والدائرة وعا تنسوا اسمها، اسمها circle. وهلأ أنا وياكن رح نشوف شو هي الأشياء يلي بتميز الدائرة the circle عن بقية الأشكال التانية. أول شغلة انتبهوا لها منيح هي إنه الدائرة ما عندها أبداً زوايا ولا زاوية، ما في ولا أنجل منسميه بالإنجليش باللغة الإنجليزية أنجل. فإذا the circle doesn't have an angle، هيدي أول شغلة، يعني ما في ولا خطوط هيك بتلاقوا مع بعض وبيعملوا زاوية مروسة، بضل يمشي الخط ويمشي وما بينكسر أبداً وما بيعمل ولا زاوية. تاني شغلة بدنا ننتبه لها منيح بالدائرة أو circle هي إنه ما منعرف وين ببلش، من وين منبلش نرسمه، من هون أو من هون أو من هون أو من هون، ما منعرف من مطرح ما نحن منبلش نرسمه بتبلش الدائرة. فينا نبلش من مكان اللي نحن بنختاره نرسم الدائرة وبيمشي الخط، هيدي شغلة كتير مهمة الأشكال التانية ما بيتميزوا فيها أبدا. وحتى تالت شغلة هي إنه ما منعرف وين بيخلص، بتخلص الدائرة أو السيركل وين بينتهي وبيوقف، يعني ببلش من شي حيلا نقطة من هون وبيخلص كمان، بضل يبرم ما بيخلص ما بيوقف أبدا السيركل أو الدائرة إلا ما نحنا نقرر إنه بدي وقف الخط. فإذا ما منعرف بدايته وما بينتهي، بضل يبرم ويمشي للنهاية وللآخر. ثلاث أشياء كتير مهمة وعا تنسوها بتميز الدائرة عن الأشكال التانية، السيركل ما عنده أنجلز وما منعرف البيجينينج تبعوله ولا الأند. اتفقنا؟ اتفقنا. وحتى تتذكروا هيدي المعلومات المهمة ألفت لكم غنية زغطورة كتير، رح قلكن أول شي شو بتعني وبعدين رح غني لكم اياها حتى تحفظوها. الغنية بتقول عن الدائرة انه هذه هي الدائرة، ومثل ما قلت لكم ليس لها زوايا، يعني ما في لها زاوية مثل ما قلنا، لا نعرف بدايتها، ما بنعرف وين بتبلش، ولا نعلم نهايتها، تدور، بتكمل الغنية وبتقول هيك، تدور دائرة كاملة، تدور تدور للمنتهى، يعني ما بتخلص ابدا. هين كتير، حضروا حالكن رح سمعكن اياها، بتقول هيك: هذه هي الدائرة ليس لها زوايا، لا نعرف بدايتها ولا نعلم نهايتها، تدور دائرة كاملة، تدور تدور للمنتهى. صعبة؟ ما أنا صعبة، أنا دغري طلعت معي لأنه هينة
وفيها الثلاث معلومات اللي كنت عم خبركن عنها. هلأ رح نرجع نعيد، بدكن تعلوا صوتكن وتخلوني اسمع أصواتكن انتو عم بتقولوا معي. جاهزين؟ يلا. هذه هي الدائرة، ليس لها زوايا، لا نعرف بدايتها ولا نعلم نهايتها، تدور دائرة كاملة، تدور تدور للمنتهى. حلوة كتير كتير كتير، أنا حبيتها. وإنتو حبيتوها؟ حسيتوها سهلة؟ أنا أكيدة إنه من بعد ما تسمعوها بعد مرة مع الموسيقى رح تحبوها أكتر بعد، وتتذكروا دائماً الأشياء يلي حكيناها عن الدائرة أو السيركل مثل ما منقول عنها باللغة الإنجليزية. هل هذه دائرة؟ Is this a circle؟ كلا، لا، مش مثل الدائرة. هل هذا الشيء له شكل دائري؟ Does this shape look like a circle؟ مزبوط، برافو. هل هذه دائرة؟ Is this a circle؟ كلا، لا، مش مثل الدائرة. هل هذا الشيء له شكل دائري؟ Does this shape look like a circle؟ مزبوط، برافو. هل هذا الشيء له شكل دائري؟ Does this shape look like a circle؟ كلا، لا، مش مثل الدائرة. هل هذا الشيء له شكل دائري؟ Does this shape look like a circle؟ مزبوط، برافو. هل هذا الشيء له شكل دائري؟ Does this shape look like a circle؟ مزبوط، برافو. وهلأ أنا وإنتو رح نعمل شغلة صغيرة وحلوة وفيها ألوان حتى نتذكر دايماً الدائرة أو circle. أول شيء بدنا دائرة زرقاء أو a blue circle، ورح حطها بهذا الشكل على اللوح. وكمان أنا محتاجة ل دائرة بنفسجية أو purple circle، ورح حطها كمان حدها للدائرة الزرقاء على اللوح. تالت دائرة رح يكون لونها أحمر، a red circle، وكمان رح حطها حدن. وآخر دائرة لونها أصفر، yellow circle، رح ضمها على مجموعة الدوائر يلي على اللوح. وتحتى تكمل الرسمة شوفوا شو رح أعمل. بالقلم الأسود بدي أعمل للدائرة الصفراء yellow circle شغلتين صغار، هن العيون، وشغلة بعد شوي كبيرة هي التم.
يصير عنا دودة حلوة ملونة مؤلفة من أربع دوائر. عجبتكن هيدي الدودة اللي كلها ألوان ومعمولة من الدوائر؟ إن شاء الله أنتوا تقدروا تعملوها كمان بالبيت من دوائر صغيرة وتقدروا تعملوا إشياء كتير مثل ما تعلمنا اليوم. وهلأ يا أصدقائي أنا بدي ودعكن، بس ما رح تخلص الحلقة هيك، رح نرجع نعيد سوا الغنية اللي تعلمناها اليوم عن الدائرة، هيك أنتوا بتتذكروها، وبرجع أنا بلتقي فيكن بدرس جديد بكرة. شوفكم بكرة، باي.